فرص التوحد بين حماس والفتح، بين حماس والجهاد الإسلامي وفتح. أود أن أقول لكم، مؤخرا وزير الخارجية ظريف ذهب إلى بيروت حيث قابل الجهاد الإسلامي وحماس وقدم لهم مبالغ نقدية كي يرفض محاولة روسيا لتوحيد صفوف الفلسطينيين. أردت فقط أن أقول لكم إلزموا الحذر، فإن إيران لن تسمح لكم بإقامة دولة مستقلة. ربما ملاحظة سريعة، ملاحظة سريعة من الأستاذ محمد أحلان، ما هي العوامل اللازمة لتحقيق الوحدة؟ كثير من الدول تريد أن تستخدم الورقة الفلسطينية زي فيزا كارت، اسحب من دم الشعب الفلسطيني واستفيد منها سياسي، ومررنا عبر 50 سنة الماضية بكثير من الدول المشابهة لإيران. لكن دعني أقول أن المسؤولية يتحملها فقط حماس وأبو مازن مباشرة، لا يجب أن نذهب ونتهم الآخرين فقط. هذا لا يعني تأثير الإقليم، المال القطري والتأثير الإيراني والتأثير التركي طبعا يؤثر على حماس وعلى تنظيمات أخرى في عدم الوحدة، ولكن هذا إذا توفرت قيادة وإرادة فلسطينية تستطيع أن تتجاوز كل هؤلاء وأن تذهب وتتحد فيما بينها. وبالتالي يجب أن توجه المسؤولية بشكل مباشر إلى جهتين: أبو مازن أولا بحكم مسؤوليته عن الشعب الفلسطيني، وحركة حماس بحكم أنها بالأمر الواقع تسيطر على قطاع غزة. أما البقية الباقية، أنا أستطيع أن أعطي مناظرة طويلة عن دور إسرائيل في شق الصف الفلسطيني، ولكن هذا هروب من مواجهة المسؤولية. كثير من الدول التي تدعي حرصها على الشعب الفلسطيني هي تنكل بالشعب الفلسطيني وتدمر في الشعب الفلسطيني أكثر من الاحتلال الإسرائيلي إذا ما كانش بالتساوي. وبالتالي لا، في أشياء واجب القيادة الفلسطينية، واجبنا نحن الفلسطينيين أن نقوم بها بجرأة ووضوح، لا أن نهرب لاتهام الآخرين، لأن اتهام الآخرين لا يحل المشكلة. وبالتالي أنا بادرت في أكثر من مرة أنه وجهت ندائي لأبو مازن: توجه إلى غزة بنفسك وبالقيادة، مش راح يستقبلك الشعب الفلسطيني بما تتوقعه من جحود، بالعكس سيستقبلك فاتحا ذراعيه، لأنه بدون انهاء الانقسام، وبالتالي لا تتأثر بحماس أو بغيرها. ولكن هو لا يريد أن يوحد الشعب الفلسطيني وكذلك حماس.